تغريدات من إصداراتنا. وضعت الحكومة المصرية خطة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإدخال 38 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة الأجل. وستبنى هذه المدن الذكية على مساحة إجمالية تبلغ 530 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وعند اكتمالها من المتوقع أن تستقطب 30 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في المدن الذكية في مصر إلى 700 مليار جنيه. كتبته الدكتورة إيمان عبد العظيم في إصدارة آفاق المناخ في عددها الثالث.